بنصبح على حضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. خلونا نبدا نشرتنا الرياضيه النهارده مع اداره النادي الاهلي اللي بتتناقش في مجموعه من السير الذاتيه وبتتناقش فيها لمدربين اجانب قبل الاستقرار على هويه المدير الفني الاجنبي اللي هيكون خليفه البرتغالي ريكاردو ساويرش في الموسم اللي جاي. وفي الوقت الحالي المشاورات شغاله بين المسؤولين للاستقرار على جنسيه المدرب الجديد. المسؤولين في نادي الزمالك أعلنوا أن أحمد سيد زيزو لاعب الفريق وقع على عقد جديد مع النادي لمدة 3 سنين جاية. كمان نادي بيراميدز أعلن تمديد تعاقد المهاجم دودو الجباس لمدة موسمين، وده ضمن خطة الإدارة للحفاظ على الركائز المهمة في الفريق وللحفاظ على استقرار الفريق بشكل فني استعداداً للموسم الجديد. من ناحية تانية، منتخب مصر لناشئات الكرة الطايرة فاز على منتخب النيجيري بنتيجة 3-0، وده في أول لقاءاته ببطولة أفريقيا. والنهاردة المفروض هيلتقي منتخب ناشئات الطائرة مع المنتخب الكاميروني. كمان فاز منتخب ناشئين الكرة الطايرة رجال على المنتخب الجزائري بنتيجة 3-0، وده في أول مباراة للاعيبة المنتخب في بطولة أفريقيا واللي بتتلعب في المغرب. ودلوقتي هنروح نتعرف على نتائج مباريات الدوريات الأوروبية، وهنبدأ بالدوري الإنجليزي مع فريق ستون فيلا اللي تعادل مع فريق مانشستر سيتي بنتيجة 1-1، وده في المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن منافسات الجولة 6 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وبالنتيجة دي رفع مانشستر سيتي رصيده للنقطة 14 في وصافة الدوري الإنجليزي، وأستون فيلا رفع رصيده للنقطة 4 في المركز 17. تعادل فريق ليفربول مع مضيفه ايفرتون بدون اهداف في المباراه اللي جمعتهم امبارح، وده طبعا ضمن منافسات الجوله 6 بالدوري الانجليزي، وبالنتيجه دي بيرفع فريق ليفربول رصيده للنقطه 9 في المركز 6 بجدول ترتيب الدوري الانجليزي، فيما يصل ايفرتون للنقطه 4 في المركز 16. فريق تشيلسي كمان حقق فوز قوي على فريق ويست هام يونايتد بنتيجة 2-1 في اللقاء اللي اتلعب امبارح، وبالنتيجة دي رفع تشيلسي رصيده للنقطة 10 في المركز 5 في جدول ترتيب البريمير ليج، وويست هام وقف رصيده عند النقطة 4 في المركز 18. في الدوري الإسباني حقق فريق ريال مدريد فوز صعب على فريق رويال بيتيس بنتيجة 1-2 في اللقاء اللي جمعهم في الجولة 4 من بطولة الدوري، وبالنتيجة دي ارتفع رصيد فريق ريال مدريد للنقطة 12 في صدارة جدول ترتيب الدوري الأسباني، وتجمد رصيد ريال بيتيس عند النقطة 9 في المركز الثالث. فريق برشلونة حقق فوز كبير ومهم جدا على إشبيلية بنتيجة 3-1 في المباراة اللي اتلعبت امبارح، وده ضمن منافسات الجولة 4 من عمر بطولة الدوري الإسباني. بالنتيجة دي برشلونة بقى في المركز الثاني برصيد 10 نقط وبفارق نقطتين مع ريال مدريد المتصدر وبرصيد 12 نقطة. إشبيلية في المركز 17 بنقطة واحدة بس. خلصت أخبارنا الرياضية، ونعود لزملائي لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليكي.